بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول النهاردة البيتا بلوكر. بيتا بلوكر لا يخفى على حد أهميتها في الفارماكولوجي از هول، وبالذات في الكارديوفاسكولار سيستم. علشان بس نفهم البيتا بلوكرز بدون ما نحفظ حفظ كتير، لازم نعرف ان من اول اسمها كده بيتا بلوكر، دي تدل ان هي بتقفل البيتا ريسبتورز، والبيتا ريسبتورز دي من ضمن اهم اذرع موجوده في السمباثيك سيستم. هو السمباثيك سيستم بيشتغل ليه؟ علشان يفايت الجسم عن اي عدو او اي ستريس، سواء بقى الجسم دخل في اكسرسايز، دخل في اي ستريس زي الانفكشن، دخل في انه عايز يهرب من عدو، دخل في هايبوغلايسيميا، دخل في كولد، كل ده بيعتبر للجسم حاله من الاستريس. علشان كده السمباثيك سيستم ليه ذراعين، ذراع الالفا وذراع البيتا. احنا بقى لما نيجي نبلوك ذراع البيتا لازم نفكر هو احنا هنبلوك ايه وبايه. مبدئيا السمباثيك سيستم بيستخدم البيتا علشان ايه؟ اهمهم الكارديوفاسكولار سيستم. البيتا بالنسبه له هي اهم ريسبتورز او اكتر ريسبتورز، علشان الدينستي بتختلف، اكتر ريسبتور موجوده في الهارت. بتعمل ايه الريسبتورز دي في الهارت؟ بتزود كونتراكتيليتي اللي احنا بنسميها الانيتروبيك افكت، الكونتراكشن، بتزود اوتوماتيستي اللي هي جنريشن اوف اكشن بوتنشال اللي احنا بنسميها الهارت ريت، وبتزود كونداكتيفيتي اللي هي موجوده في البركنجي فايبر، موجوده في كل حته في الهارت. يعني الخلاصه انها بتزود all properties of the heart. لما ازود كل properties of the heart عن طريق بيتا 1، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بزود الكارديك اوتبوت، الاكشن اللي طالع من الهارت، الكارديك اوتبوت اللي هو بيساوي دايما الهارت ريت في الستروك فوليوم. الستروك فوليوم اللي هو الفوليوم اللي طالع من القلب، وده معناه ان انا لما ازود كل properties of the heart انا بزود الهارت ريت وبزود الستروك فوليوم، يعني بزود الكارديك اوتبوت. وما انا زودت الكارديك اوتبوت يبقى بالتبعيه على طول انا غالبا بزود البلود بريشر. ليه بالتبعيه؟ لان البلود بريشر هو حاصل ضرب الكارديك اوتبوت في البريفرال ريزيستنس. خلينا بقى نفكر تفكير تاني. لو انا بقى بدي بيتا بلوكر يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا بقلل الهارت ريت وبقلل الكونتراكتيليتي وبقلل الاوتوماتيستي، وكمان بالتبعيه بقلل الكارديك اوتبوت وبقلل البلود بريشر. ده الافكت بتاع بيتا 1 مينلي على الهارت. ايه الافكت التاني؟ نتكلم على البلود فيزلز. بس لما نيجي نتكلم على البلود فيزلز هنتكلم على استحياء. ليه؟ لان احنا اي ريسبتورز موجوده بيبقى ليها دينستي مختلفه، وعشان على اساس الدينستي دي، الدينستي يعني الكميه، على اساس الدينستي دي بيحدد مين اللي ليه ابر هاند في الكلام. بمعنى ان لو انتوا قاعدين في فصل والميلز اكتر من الفيميلز، يبقى مين اللي هيحدد الكلمه الاساسيه؟ هما الميلز. نفس الحكايه اللي بتحصل احنا عندنا على البلود فيزلز مينلي الفا 1، عشان كده اللي بيحدد الكلمه الاساسيه في البلود فيزلز هي الفا 1. تمام، يبقى كده بيتا مش هتاثر قوي. لا هتاثر. هتاثر ازاي؟ لما احنا نقلل البلود بريشر ده هيخلي الجسم مش هيسكت. طب وبعد ما الجسم ما يسكتش؟ فاللي يحصل ان يحصل انكريز في الريفلكس المشهور بتاعنا اللي احنا بنسميه البارو ريسبتور ريفلكس، اللي هو بينظم البلاد بريشر في الجسم وبيخليه في رينج طبيعي. الريفلكس بتاع البارو ريسبتور ده مشكلته او بريفلي كده بيشتغل ازاي؟ هيعلى البلاد بريشر هيقلل السمباثيك، هيقل البلاد بريشر هيعلى السمباثيك. يبقى لما يزود السمباثيك ويجي يشتغل يلاقي البيتا مقفوله، فيشتغل على مين؟ على الفا مين، فيعمل لي ايه؟ فيعمل لي انكريز في البريفرال ريزيستنس. هنقول بقى كده، طب ما دام لما انا باجي اقلل البلاد بريشر بالبيتا بلوكر وده بيخلي ريفلكس انكريز في البارو ريسبتورز، وبالتالي انكريز في السمباثيك، وبالتالي يزداد النور ابنفرين، وبالتالي يحصل بريفرال انكريز في الريزيستنس، بيبتدي يحصل شويه انكريز في الريزيستنس. طب ما ده مش ممكن يعلي البلاد بريشر؟ لا مش هيعلي البلاد بريشر. ليه مش هيعلي البلاد بريشر؟ لان الافكت الاصلي الكاردييك اوتبوت بدا يقل. والحاجه الثانيه، لان الافكت ده مش هيبقى ايفوس طول الوقت اللي بندي فيه بيتا بلوكر، لان مع الوقت بيبتدي يقل البريفرال فاسكولار ريزيستنس. ليه بقى هيبتدي يقل البريفرال فاسكولار ريزيستنس؟
لان احنا واحنا بنقفل البيتا بلوكر كان في بيتا ريسبتور بتزود الفاسيليتيشن او بتعمل فاسيليتيشن، فاسيليتيشن يعني انكريز للنور ابنفرين ريليز بري سينابتيك وفي البرين. فلما اجي انا اقفل الايفكت ده يبقى انا بقلل النور ابنفرين ريليز بري سينابتيك وفي البرين، وده معناه ان انا هقلل اوريدي النور ابنفرين اللي بيطلع في الجسم كله. عشان كده في الاول هيحصل انكريز في البريفيرال فاسكولار ريزيستنس، وانا استفيد من الحته دي كويس في ثيرابيوتيك يوز هنفهمه دلوقتي، بس بعد كده كمان هيبتدي يقل البريفيرال فاسكولار ريزيستنس ترجع للنورمال او ممكن كمان تقل اكتر من النورمال. يبقى دي اهم اكشن بيعمله البيتا بلوكرز، انه افلي الايفكت بتاع الهارت وبالتالي قلل كل البروبرتيز وبالتالي قلل البلاد بريشر. نيجي هنا ونقف. نقف ليه؟ علشان لازم نفهم قاعده مهمه جدا. ايه القاعده دي بقى يا دكتوره؟ ان قله الهارت ريت دي مش هتحصل الا لما يبقى فيه كاتيكولامينز زياده. ليه؟ لان احنا في الاصل بنقول احنا بيتا بلوكر، يعني احنا بنقفل البلوكر او بنقفل الاجونست افكت اللي هو نور ابنفرين او الابنفرين، احنا قافلين الافكت بتاعه. فلو هو موجود بكثره والافكت بتاعه ظاهر كتير، يبقى لما اجي امنع الافكت بتاعه هيظهر تاثيره على الهارت ريت. لكن لو هو اصلا نورمال او قليل في الجسم، يبقى تقريبا مش هيظهر اي افكت لما اجي امنع الافكت بتاعه، لان هو في الاصل مش عامل افكت. الافكت ده بيظهر امتى؟ لما ندي البيتا بلوكر ده لواحد عنده نورمال كاتيكولامينز. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هنلاحظ انه ما قللش الهارت ريت بشكل كبير. مش بس كده، لما نقيس البلاد بريشر كمان هنحس انه ما قللش البلاد بريشر بشكل كبير، وده ليه؟ لان الكاتيكولامينز عنده ما كانش كتير، وبالتالي لما جينا قفلناه بالبيتا بلوكرز ما عطانيش افكت واضح. يبقى دي القاعده الاساسيه اللي لازم نفهم من خلالها البيتا بلوكرز بتشتغل ازاي. والقاعدة التانية ان احنا لازم نفهم ان البيتا بلوكر قللت البلاد بريشر، بس ناخد بالنا ان حصل شوية انكريز في البريفرال ريزيستنس، ودي هنستفيد بيها في الثيرابيوتيك يوز بعد كده ان شاء الله. بس البريفرال ريزيستنس اللي زادت دي مش هتزيد مدة طويلة ومش هتستمر، لانه بعد كده بيرجع للطبيعي بتاعه علشان الجسم اولوفر بيقل منه النور ابنفرين عن طريق ان انا قفلت البيتا الموجودة بري سينابتيك او اللي في البرين. ننقل على حتة تانية من الاكشن اوف بيتا بلوكر ممكن استفيد منها. ممكن استفيد من حاجة لطيفة جدا، انا وهي البيتا 2 ريسبتورز اللي موجودة في السكيليتال ماسلز. في بيتا 2 موجودة في السكيليتال ماسلز، والبيتا 2 دي كانت بتفاسيليتيت الريليز اوف استايل كولين، ولما تفاسيليتيت يعني تانكريز الريليز اوف استايل كولين كانت بتعمل لي شويه كونتراكشن. الكونتراكشن دي ما كانتش كبيره بشكل كافي انها ممكن تعمل لي يعني ماسل اكشن، لكن الى حد ما بتديني حاجه اسمها التريمورز، ودي اللي بنلاحظها لما بندخل في اي موقف محرج. بنلاحظ ان في تريمورز نتيجه للسمباثاتيك ستيميليشن. التريمورز دي ممكن امنعها لو حد مش عايزها او هتاثر على شغله زي البيانيست مثلا، او زي حد داخل جراح وعايز يهدي نفسه، ساعتها بنستخدم له الايفكت بتاع البيتا 2 بلوكر. علشان كده مهم قوي ان احنا نعرف ان البيتا 2 سيميليشن بتعمل لي تريمورز. في ايفكتس ثانيه حلوه برضو، زي ان الرينال ارتري او الكيدني بيبقى فيها سيستم كده اسمها جاكستا جلوميرولر سيستم. السيستم ده بيبقى مهمته انه يفرز ماده اسمها رينين، وبيبقى عليها في الريسبتورز بيتا 1. الرينين ده لما بيفرز بيحول ماده اسمها الانجيوتنسينوجين انتو انجيوتنسين 1، اللي بعد كده بتتحول عن طريق انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انتو 2. الماده دي مشكلتها ان هي هايلي باورفول فازوكونستريكتنج ايجنت، وبالتالي هتعمل لي فازوكونستريكشن عنيف. طب لما نيجي نقفل الليله دي من اولها يبقى احنا بنعمل ايه؟ يبقى احنا بنقلل الانجيوتنسين 2 اللي هو فازوكونستريكتنج عنيف، يعني احنا بنقلل البريفرال فاسكولار ريزيستنس، واحنا بنساعد على ديكريز مور اند مور في البلاد بريشر. يبقى ده تاني افكت حلو جدا هيساعدني في البيتا بلوكرز اكشن. الحاجات التانية بقى اللي احنا مش عارفين نصنفها هي حلوه ولا وحشه نقولها دلوقتي. احنا عندنا البيتا بلوكرز كانت موجوده في البرونكال،
ادي البرونكاي والبرونكيولز عباره عن حتت كده من الكارتريج او الاندوثيليال الابيثيليال بتاع الميكوزا بتاع الابيثيليال وحواليه السموس ماسلز. السموس ماسلز دي كان عليها بيتا 2 والبيتا 2 كانت وظيفتها انها تدخل اكسجين زياده في السمباثيك ستيميليشن. علشان كده لما نيجي نقفل بالبيتا بلوكرز اللي هيحصل برونكو كونستريكشن ودي مش لطيفه ادي ما حدش هيحب البرونكو كونستريكشن. اخر حاجه ممكن نتكلم عنها بقى هي الكبد. ايه مشكله الكبد معانا؟ الكبد كان بيشتغل فيه البيتا ريسبتورز وبالذات بيتا 2 في انه في اوقات اللي انا محتاج فيه جلوكوز بشكل كبير والجسم مش بياخد يعمل عمليه لطيفه كده اسمها الجلايكوجينولايزس. الجلايكوجينولايزس دي كانت بتحول الجلايكوجين اللي متخزن في الكبد انتو جلوكوز والجلوكوز كان بيطلع الدم فيحسن البلاد جلوكوز ليفل في الحالات اللي بيحصل فيها هايبوغلايسيميا. المشكله ايه دلوقتي؟ هو ده كان بيحصل امتى؟ في حالات الهايبوغلايسيميا لان الجسم كان بيعتمد ان الهايبوغلايسيميا دي عباره عن ستريس والستريس ده كان بيجابه او بيحفزه او بيصده بانه يطلع جلوكوز من الليفر عن طريق العمليه اللي اسمها الجلايكوجينولايز. لما للاسف اقفل انا البيتا اللي موجوده في الليفر يبقى انا بعمل ايه؟ بمنع الايفكت ده. يعني بعمل ايه؟ بعمل ديلي او تاخير في الريكفري من الهايبوغلايسيميا اللي ممكن تحصل عند الانسان اللي هياخد بيتا بلوكر والايفكت ده مش لطيف اتقول. الحاجه الثانيه والمهمه بقى ان كل الناس اللي بيحصل لهم هايبوغلايسيميا بيحصل لهم الارمنج ايفكت. يعني ايه الارمنج ايفكت؟ يعني الجسم بيبقى ليه سيمتوم اوف سمباثيك ستيميليشن في حته ثانيه. زي ايه دكتوره؟ زي ان السمباثيك لما بيزيد في حاله الهايبوغلايسيميا غير ان هو بيحفز الجلايكوجينولايزس لا هو كمان بيشغل البيتا 1 لان احنا قلنا ان القاعده ان السمباثيك سيستم بيشتغل از هول سيستم. مفيش حاجه انه يشغل ريسبتورز وريسبتور ثانيه لا لا هو بيشغل كل الريسبتور بيشغل الالفا والبيتا والبيتا 1 والبيتا 2 كلهم بيشتغلوا. وبالتالي هنجد ان البيتا 1 بتشتغل فبتديني تاكي كارديا والبيتا 2 بتشتغل فبتديني تريمورز والبيتا 2 هنا بتشتغل فبتديني جلوكوز وهو كده شايف ان هو بيعمل اجمل مصلحه مع الشخص اللي بيحصل له هايبوغلايسيميا. ليه اجمل مصلحه؟ هنا زود له الجلوكوز جميل. والحاجه الثانيه انه حسسه ان في مشكله عنده لازم يشرب عصير لازم يقلل الجرعه اللي هو بياخدها من الانسولين وهكذا. يبقى التريمورز والتاكيكارديا اللي احنا بنسميهم الاثنين تي اهم اثنين تي عندنا تي تاكيكارديا تي تريمورز اهم اثنين بالنسبه لنا تي هم الارمنج افكت. زي ما البين بيحسسنا ان في مشكله حصلت سواء بيرن او انجري او وات ايفر برضه التريمورز والتاكيكارديا بتعرفنا ان حصل هايبوغلايسيميا وبالذات الناس اللي متعوده تاخد انسولين زي الدايبيتيك. علشان كده احنا لما بنضرب بالبيتا بلوكر للاسف بنضرب الاثنين بنضرب الحل وبنضرب الالارمنج افكت. يعني ايه يا دكتوره؟ يعني بنضرب البيشنت ما بيحسش بتريمورز ولا بيحس بتاكيكارديا وبالتالي ما بيحسش انه في مشكله في البلاد جلوكوز ليفل بتاعه وكمان البلاد جلوكوز ليفل مش بيتصلح بسرعه لان في ديلاي في الريكفري. الاثنين دول مشكله اساسيه لما بنفكر في دراج زي البيتا بلوكر ان احنا نديه في الدايابيتيك بيشنت بس هنحاول نتغلب عليها لما نفهم بعد كده. يبقى دول اهم اكشن احنا حصدناها لما بدانا نفكر في دراجز ان احنا نقفل بيها البيتا بلوكرز. وهنقول دلوقتي اهم يوزز بس نبدا نفكر بس في البيتا بلوكرز بحاجه ثانيه. مين هم بقى البيتا بلوكرز؟ احنا كده عرفنا ان البيتا بلوكرز مبدئيا قفلوا البيتا ريسبتورز سواء بيتا 1 او بيتا 2 احنا كده فهمناهم وعرفنا ده ايه وده ايه وده بيعمل ايه. نبدا بقى بالادويه اللي هي صعبه قوي علشان نشوف اليوزز بتاعتها. اهم ادويه مع البيتا بلوكرز هو الباشا الكبير اللي اسمه البروبرانولول. الحقيقه البروبرانولول هو الاب الروحي لكل البيتا بلوكرز. البروبرانولول من الادويه الرائعه جدا والرخيصه جدا في السوق واللي بتستخدم في كل حاجه تقريبا. البروبرانولول لانه الاب الروحي ولان احنا يعني تيمنا بيه احنا كنا قفلنا بيه البيتا بلوكر وسميناه بيه برضو بس بيه تقيله فاحنا خدنا المقطع الاخير منه وعممناه على كل البيتا بلوكرز بعد كده. ايه بقى كل البيتا بلوكرز ويعني ايه كل البيتا بلوكرز؟
احنا بدأنا نصنع جنريشن من البيتا بلوكر على اساس ايه؟ على اساس حاجات ضايقتنا في البروبرامولول بدأنا نحاول نتغاضى عنها. زي ايه مثلا؟ هنقول دلوقتي اول حاجة نعرفها عن البروبرامولول، البروبرامولول بيشتغل على بيتا واحدة ولا البيتين؟ يعني بيشتغل بيتا 1 ولا بيتا 1 وبيتا 2؟ من خلال الاكشن اللي احنا شرحناه عرفنا ان الميل الكارديوفاسكولار اللي يهمنا بيتا 1، صح؟ وان البيتا 2 كانت بيجي لي منها مصايب اكتر ما بتديني فايده. غالبا البيتا 2 كانت بتدي لي كله تقريبا سايد افكت. عشان كده اول مرحله بدانا نعمل فيها بدانا نعمل سيلكتيفيتي، يعني ناخد البيتا 1 ونعمل بلوكر ليها مخصوص وما نقفلش البيتا 2 وما لناش دعوه بحاجات البيتا 2. زي ايه؟ زي مشكله الجلايكوجين لايسيس اللي كانت بتضايقني عند مرضى السكر، ومشكله البرونكوسباز. وسمينا المجموعه دي من الادويه سميناها الكارديو سيلكتيف نسبه الى الكارديو سيلكتيف بيتا 1 بلوكر، نسبه الى ان البيتا 1 اهم حاجه في الكارديوفاسكولار سيستم. وده معناه ان البروبرانولول نون سيلكتيف، بيشتغل على بيتا 1 وبيتا 2. وعلشان نحفظهم بقى، كل الكارديو سيلكتيف دول ولاد البروبرانولول، وما دام ولاد البروبرانولول فاحنا هنسميهم اسماء دلع كلهم، من اول الميتو والبيسو والاتينو، ولو عايزين بنوته كمان هنسميها الاسمو. يبقى احنا عندنا ميتو بيسو اتينو واسمو، وبما ان احنا لازم نحط وراهم اللول يبقى الميتو برولول، بيسو برولول، اتينو لول، اسمه لول. يبقى احنا كده قلنا الكارديو سيلكتيف شغالين ميني على البيتا 1، ودول هيفرق كتير قوي ما بين السيلكتيف والنون سيلكتيف. طب النون سيلكتيف بقى يا دكتوره، النون سيلكتيف الاب الروحي بتاعهم البروبرانولول، وهنحط عليهم واحد تاني اسمه التايمولول. والتايمولول لما بنحب نكتبه بنكبر قوي الاو بتاعته. ليه هنكبرهم؟ لان التايمولول مشهور قوي ان احنا بنديه في العين، وهنشرح بنديه في العين ليه. الواحد التاني النادولول، والنادولول مش هيفرق معانا كتير قوي. يبقى احنا عندنا كده according للسيلكتيفيتي احنا قسمنا البيتا بلوكر لحاجات كارديو سيلكتيف او بيتا 1 سيلكتيف ونون سيلكتيف دراجز. ندخل على التقسيمه الثانيه بقى، ايه هي؟ دلوقتي انت عايز البروبرانولول من الدراجز المشهوره ان الليبيد سوليبيليتي بتاعتها عاليه جدا. طيب الليبيد سوليبيليتي بتاعت الدراج تفرق معايا ايه؟ اي دراج ليبيد سولبل معاه فيزا كارد يقدر يدخل السي ان اس بسهوله. طب لما يدخل السي ان اس دي حلوه ولا وحشه؟ والله لو ليه شغله في السي ان اس بها ونعمه، لو ملهوش شغله في السي ان اس يبقى بيبرد على السي ان اس وبيعمل سايد افكت انا مش عايزاها. عشان كده لو كان في يوزز في السي ان اس يبقى حلو قوي ان انا استخدم البروبرانولول اللي ليه ليبيد سوليبيليتي عاليه. لو مش عايزه افكت على البرين يبقى الافضل ان انا استخدم حاجات ليس ليبيد سولبل زي الاتينو زي البيسبرول، الحاجات دي اقل شويه في الليبيد سوليبيليتي بتاعت انها تدخل البرين. الحاجه الثانيه والمهمه بقى ان اي دراج ليبت سولبل هيضطر يحصل له ميتابوليزم في الليفر زي ما احنا شرحنا في الكاينتكس، وبالتالي هيحصل عليه دراج انتر اكشن. يعني ايه دراج انتر اكشن؟ يعني هيبقى انت خايف من الدراجز الثانيه اللي انت بتكتبها معاه، لا اما تبقى انديوسر وتاكل في الميتابوليزم بتاعته فتقلل السيروم ليفل بتاعه زي الفينوباربيتال وزي الريفامبيسين، اي دراج انديوسر، لا اما تبقى انهبيتور وتنهبت الميتابوليزم بتاعه زي السايمتيدين زي الاريثروميسين، وساعتها هتعلي السيروم ليفل بتاعه فتديني توكسيستي. عشان كده الليبت سولوبل لازم اعرفه وهو البروبرانولول ليبت سوليبيليتي بتاعته عاليه جدا، وده هيخوفني في كذا ايتم، هينفعني في اليوزز لو انا عايزاه يدخل البرين، بس هيضايقني في الدراج انتر اكشن او سايد افكت على البرين. يبقى ده تاني ايتم قسمت عليه البيتا بلوكرز. ايه الايتمز الثانيه اللي انا هقسم عليها البيتا بلوكرز؟ هل هو انتاجونست انتاجونست ولا في كلام؟ يعني ايه بقى انتاجونست انتاجونست ولا في كلام؟ تعالوا نشرح الجزئيه كده شويه. احنا بعد سنين من الدراجز من استخدامها كانتاجونست اكتشفنا ان بعض الدراجز دي مش انتاجونست، دي بارشيال اجونست، بارشيال
agonist. هو ايه الفرق بقى بين الاجونست والبارشال اجونست؟ لا الاجونست عمره ما هيديني افيكاسي قد الاجونست. يعني الريسبونس اللي بيديهولي او الاكتيفيشن اللي بيديهولي البارشال اجونست عمره ما هيوصل ابدا زي الاجونست الاصلي الفول اجونست. طب امال شغلته ايه؟ شغلته انه الافينيتي بتاعته اعلى شويه على الريسبتور، وبالتالي بيبايند الريسبتور وبيمنع البيور اجونست ان يمسك البيور اجونست او الفول اجونست ان يمسك ويديني الافكت. طب خلينا نترجم بقى الجمله دي. لو انا عندي كاتيكولامينز عاليه، لان احنا قلنا ان الدراجز دي هتدي افكت لما يبقى الجسم فيه معبي كاتيكولامينز، غير كده مش هتدي افكت واضح. لو انا عندي كاتيكولامينز عالي واعطيني افكت، لو انا اعطيت دراج زي البارشال اجونست ده ايه اللي هيحصل منه؟ هيمنع تاثير ايه؟ الفول اجونست، لكن استيل هيدي ستيميليشن، صح؟ ولو ان الاستيميليشن دي عمرها ما هتكون بعنف الفول اجونست، لكن اوريدي موجود. الافكت ده بنسميه اسم دلع اللي هو البارشال اجونستيك افكت، بنسميه انترنسيك سمباثيك اكتيفيتي، يعني يقدر او في خاصيه انه يعمل استيميليشن للسمباثيك سيستم، بس قليل بكتير خالص عن الفول اجونست زي النورابينفرين والابينفرين. الميزه دي تضايقني ولا ما تضايقنيش؟ اغلب الديزيز تضايقني، لان انا لما بحتاج بيور انتاجونست عايزاه يمنع لي اي افكت، ومش كمان محتاجه منه انه يعمل استيميليشن لان انا متضرره من الكاتيكولامينز. لكن لو انا عارفه ان في بيشنت مثلا هعالجه من مرض قلبي، والبيشنت ده عنده احتماليه انه ممكن يدخل في برادي كارديا بسرعه وممكن يموت منها، يبقى ساعتها لما اديه دراج زي البارشال اجونستيك ده او دراج ليه انترنسيك سمباثوميميتيك اكتيفيتي، يبقى انا كده بعمل فيه واجب. انا بعالج الهايبرتنشن مثلا او الانجينا، لكن مش بقلله بشكل ان انا اموته خالص. علشان كده يا جماعه الدراجز دي ليها استخدام قليل جدا جدا، واحنا مش هنزود فيهم، هندي دراجين ونربطهم بالبارشال اكتيفيتي. يبقى دي دراجز ليها بارشال اكتيفيتي. بارشال اكتيفيتي هناخد البي ونسمي اول دراج اسمه البندولول، ومن اسمه كده عامل زي البندول بيروح ويجي، يعني مش رسيله على بره، لا هو بيأكتف زي الفول اجونست ولا هو بيبلوك زي البروبرانولول. البندولول والاكتيفيتي هناخد منها الاسم الثاني اسيبيوتالول. اسيبيوتالول التو دراج دول مشهورين جدا ان هم ليهم بارشال اجونستيك افكت، يعني ليهم انترنسيك سمباثوميميتيك اكتيفيتي. طيب بس في مشكله، في واحد منهم يقدر يشتغل نون سيلكتيف، وفي واحد لا هو سيلكتيف على بيتا 1. نعرفهم ازاي؟ ولا حاجه. البروبرانولول الاب الروحي بتاعنا اوله بي، يبقى البندولول اللي هو اوله بي ده نون سيلكتيف، يبقى عندنا البندولول، عندنا البندولول هنكمل بيه المجموعه اللي هي النون سيلكتيف. يبقى احنا كده قلنا كميه كبيره من البيتا بلوكرز، اتعرفنا على البروبرانولول البيج بوس بتاعنا، وبعديها قسمنا شويه كارديو سيلكتيف اللي هم بيشتغلوا على البيتا 1 وكلهم ابناء البروبرانولول، وسميناهم اسماء الدلع ميتو بيسو اتينو، وحطينا الاسم في الاخر. الحاجه الثانيه بقى والمهمه ان احنا قسمناهم على اساس الليبيد سوليبيليتي، والبروبرانولول خد معانا نصيب الاسد الحقيقه. وبعدين جينا نقسمهم تاني على حسب الاكتيفيتي، هل هو بيور انتاجونست ولا هل هو ليه انترنسيك سمباثوميميتيك اكتيفيتي اللي هي الدلع بتاع البارشال اجونستيك افكت. وعرفنا ان هم تو دراج، البندولول والاسيبيوتالول. وما دام احنا عايزين نعرف منهم مين اللي نون سيلكتيف بيشتغل بيبلوك البيتا 1 والبيتا 2 ومين السيلكتيف، يبقى على طول نلزق اللي اوله بي زي البروبرانولول نون سيلكتيف والتاني سيلكتيف. يبقى كده احنا الى حد ما خلصنا. لا في تو ايتم تانيين بنقسم على اساسهم البيتا بلوكر الحقيقه. ايه التو ايتم دول؟ ايتم مهم جدا 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 الا وهو الاضافات. يعني ايه الاضافات؟ دلوقتي احنا لما بنروح نشتري حاجه بنبص عليها اضافات، لما تحب تشتري كريب بتقول طب حط لي تشيز تاني، حط لي موتزاريلا تاني. الاضافات دي احيانا بتبقى مهمه جدا في الطعم، واحيانا بيبقى ملهاش اي 60 لازمه. بالظبط الاضافتين اللي هنحطهم دلوقتي، في واحد منهم مهم جدا وفي واحد منهم ولا ليه لازمه. خلينا في المهم الاولاني، ايه الاضافه اللي ممكن اضيفها على البروبرانولول وتديني فايده عظيمه جدا للدراج ده او البيتا بلوكر عموما؟ ان انا اضيف فازو دايليتنج ايجنت، فازو دايليتنج ايجنت.
يعني ايه بقى اضيف فازو دايليتنج ايجنت؟ احنا كانت مشكلتنا في البيتا بلوكرز انه بيقلل الكاردييك اوتبوت وبالتالي البلاد بريشر وبالتالي بيحصل مشكلتين، ان هو قفل البالانس. احنا كان عندنا البلاد فيزلز اهي وادي الهارت، البلاد فيزلز كان عليها الفا 1 ميلي بس كان في شويه بيتا 2 كده غلبانين على جنب يعني، وكانوا الى حد ما عمالين يعفروا في وش الالفا، يا الفا انت مش هتعملي فازو كونستريكشن عنيف. مع الوقت للاسف مع الوقت بدانا احنا نقفل دي، فبدات الالفا تاخد راحتها على الاخر وتعمل بريفرال انكريس في البريفرال فاسكولار ديستانس بشكل كبير. طب وايه كمان؟ ان احنا لما قللنا البلاد بريشر نتيجه لديكريز كل الهارت بروبرتيز بدا يحصل ريفلكس البارو ريسبتور اللي احنا شرحناه في محاضره النور ابنفرين، وبالتالي بدا يحصل انيشال انكريس في النور ابنفرين، وبالتالي بدا يزيد اكتر البريفرال ريزيستنس، لغايه ما انا اعتمد بقى ان انا اقلل البريفرال ريزيستنس. ده ممكن ياخد شويه وقت في التريتمنت، علشان كده لما تديني دراج وتقول لي ده فازو دايليتنج بيتا بلوكر انا هزقطك من الفرح. ليه هزقطك؟ لان انت بتعالج لي مشكله كانت عند البروبرانولول عند الاب الروحي وعند كانت اكتر وعند اكبر او اغلب البيتا بلوكر، فانت بتعالجها لي. عشان كده المجموعه دي سميناها الثيرد جنريشن بيتا بلوكر. فالفيرست جنريشن كان النون سيلكتيف بروبرانولول، والكارديو سيلكتيف كانت سكند جنريشن، الثيرد جنريشن كانت الفازو دايليتنج بيتا بلوكرز. مين هم بقى الفازو دايليتنج؟ قال لك والله سهل، احنا ممكن نعمل فازو دايليتيشن بطريقتين. ايه الطريقتين اللي عندنا؟ ان احنا نحط عليه تركيبه كمان الفا 1 بلوكيد، نقفل كمان الالفا 1. مش هي مشكله الالفا 1 هي اللي زودتك البريفرال فاسكولار ريزيستنس؟ احنا هنقفلها لك. عشان كده طلع تو دراج مهمين، حاجه اسمها الليبيتالول ودراج تاني اسمه الكار فيديلول. يبقى احنا طلعنا تو دراج كبار، لابيتالول والكار فيديلول. الاثنين دول عملوا لي ايه؟ الاثنين دول عملوا لي الفا 1 بلوكينج افكت جنب البيتا 1 والبيتا 2 اللي هما نون سيلكتيف. يبقى احنا عندنا تو دراج كبار اسم اللابيتالول والكارفيدولول، دول اسمهم فازو دايليتنج بيتا بلوكر، واهم ميزه فيهم ان هما زي ما بيقفلوا البيتا نون سيلكتيف ليه كمان بيقفلوا الالفا 1 اللي عملت لي فازو كونستريكشن. طب وفي دراج تاني بقى حلو قوي بنسميه فاكهه البيتا بلوكر اسمه النيبي فيلول. النيبي فيلول اسماء دي بقى كلها تحطوها في ورقه كده وتحطوها جنب السرير كل يوم الصبح تبصوا عليها بصه كده. النيبي فيلول من اهم حاجه فيه الان بتاعته الاولانيه، عشان كده هو ما اعتمدش ان هو يقفل الالفا 1، امال اعتمد على ايه؟ انه يسكريت ان او دايركت، يطلع ان او من التركيبه بتاعته. طب الان او ده عباره عن ايه؟ ده مشهور عندنا جدا اسمه الاندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور، يعني لما بيطلع من الاندوثيليوم يبتدي يشتغل على السموث ماسل اللي نايم عليها الاندوثيليوم ويعمل فيها سيفير ريلاكسيشن. علشان كده لما بندي النيبي فيلول بنحصل على احلى فازو دايليتنج افكت. لا الحاجه الجايه اجمل، النيبي فيلول مش نون سيلكتيف زي اللابيتالول والكارفيدرول، لا النيبي فيلول سيلكتيف بيتا 1، عشان كده هنحطه هنا تحت السيلكتيف جروب النيبي فيلول بس معاهم ان او. عشان كده النيبي فيلول بنسميه فاكهه البيتا بلوكرز. يبقى احنا كده تقريبا قلنا مين هم البيتا بلوكرز، قلنا في الاول الاكشن بتاعت البيتا بلوكرز، دلوقتي هنتكلم او هنفهم اليوزز اوف بيتا بلوكر ونركز مع بعض في اليوزز دي كويس خالص، علشان اليوزز هنطلع منها السايد افكت بسهوله. اليوزز علشان ما ننشغلش بقى ونحفظ كتير، اهم يوزز هي الكارديو فاسكولار سيستم. مش احنا قلنا البيتا بلوكر اهم حاجه فيه الكارديو فاسكولار سيستم؟ عشان كده اليوزز هو الكارديو فاسكولار سيستم ديزيز. كل اللي عليك في الفارماكولوجي في الكارديو فاسكولار هندخل فيه ونلزق فيه البيتا بلوكر. زي مين يا دكتوره؟ زي الهايبرتنشن. ولان احنا فهمنا كويس قوي الاكشن، سهل قوي نعرف ازاي هيعالج الهايبرتنشن. احنا قللنا الكارديك اوتبوت لان احنا قللنا كل البروبرتي بتاع الهارت، قللنا هارت ريت وقللنا ستروك فوليوم وقللنا كونتراكتيفيتي وقللنا كوندكتيفيتي، وبالتالي كل اللي طالع من الهارت هيبقى قليل جدا خلاص. وكمان قللنا الرينم. اه يا دكتوره بس انت زودتي البريفرال فاسكولار ريزيستنس، ما احنا قلنا البريفرال فاسكولار ريزيستنس دي مش هتفضل كده، هترجع للنورمال او اقل من النورمال، علشان احنا بنقلل عن طريق البيتا 1 اللي موجوده سنترال او اللي موجوده بري سينابتيك، بنقلل عموما النور ابنفرين ريليز.
علشان كده اليوزز في الهايبرتنشن بيعتبر رائع جدا. بس لو قلنا بقى هنا ان احنا عايزين دراج نستخدمه ما يكونش يعمل لي برونكونستريكشن، يبقى نختار من الجروبز مين؟ لا نختار الكارديو سيلكتيف يا دكتوره زي الاتينولول مثلا، ما نختارش البروبرانولول لان البروبرانولول هيعمل برونكونستريكشن عنيف. طب لو قلنا ان الراجل بتاع الهايبرتنشن ده عنده مشكله في الهارت بتاعه بيميل ان كل شويه يدخل لي في براديكاردي، يبقى مين افضل تريتمنت؟ لا يبقى انت كده يا دكتوره هتختاري اللي ليه انترنسك سيمباثومايميتك اكتيفيتي، دول احلى مجموعه على اساس ما يعمل لكيش رابد او ديكريز عنيف في البراديكاردي اللي ممكن تحصل منه نتيجه انه قلل الهارت ريت. يبقى ده اول استخدام الهايبرتنشن. ايه تاني استخدام؟ حاجه اسمها الانجينا. الانجينا زي ما انا شرحت لبعض قلت لكم ان دي عباره عن صرخه القلب من الاسكيميا. يعني ايه؟ يعني في بلاد سبلاي قل وفي وورك زاد بالهارت. علشان نرجع البالانس ده لا اما تزود البلاد سبلاي لا اما تقلل الورك. تفتكروا البروبرانولول او البيتا بلوكر هتعمل ايه؟ بتقلل الورك طبعا. هي ملهاش دعوه بالبلاد سبلاي، بالعكس ده هي بتعمل بريفرال ريزيستنس انكريز. يبقى علشان كده بالنسبه لنا البيتا بلوكر علاج كويس للانجينا، وخصوصا بعد ما الانجينا دي توصل لاني ستيبل وتعمل مايوكارديال انفاركشن زي ما هتاخده. يعني خلاص الجزء ده من القلب مات. ليه بقى؟ لان الانجينا الواحد الجزء اللي في القلب اللي مات ده ادي القلب كله بيكونتراكت وفي جزء مات خلاص نتيجه للنيكروزس. اللي بيحصل ان الجزء ده ممكن يعمل لي كوندكشن ديفكت ويديني اريثميا لو استمرت الديكريز. لما انا ادي بروبرانولول او بيتا بلوكر انا بعمل ايه؟ انا بقلل البروبرتيز اوف ذا هارت فبقلل الورك باي ذا هارت، فالبلاد سبلاي اللي موجود هيكفيه. يبقى انا بقلل او بعمل بريفنشن ان يحصل نيكروزس تاني او مايوكارديال انفاركشن تاني في الهارت. والحاجه الاجمل ان انا بقلل حدوث الاريثميا. ايه الاريثميا دي؟ ان يحصل كوندكشن ديفكت، يعني يبقى في مشكله في الكوندكشن سيستم في الهارت وتديني لغط بقى في الهارت. علشان كده تالت علاج هو الاريثميا، بعالج بيه الاريثميا او التاكي اريثميا، يعني الاريثميا لما الهارت يبتدي يضرب على هاي بيت. يبقى احنا عالجنا بيه هايبرتنشن، وعالجنا بيه انجينا، وعالجنا بيه اريثميا. في دراج تاني او في ديزيز تاني هنقوله على استحياء اللي هو الكونجستيف هارت فيلير. في الكونجستيف هارت فيلير انا بخاف ادي البيتا بلوكر علشان الديبريسنج افكت على الهارت. بس ايه اللي بيحصل؟ اكتشفنا ان لو البيشنت ده مش متلصم، يعني البيشنت ده ماسك نفسه يعني الى حد ما بيطلع منه كاردييك اوتبوت مقبول، البيشنت ده بيبقى عنده سمباثيتك اوفر اكتيفيتي عنيفه جدا. وبالتالي السمباثيتك اوفر اكتيفيتي دي بتبقى عماله تضرب يا عيني في الهارت ده، عماله تضرب فيه بشكل كبير علشان تخليه يشتغل على اعلى ما عنده. فاحنا لما بندي بيتا بلوكر على لو دوز بنقلل شويه الضرب ده بحيث نخلي فيه ضرب بس ضرب الى حد ما بسيط ما يموتوش لكن يعيشوا فتره اطول. بس ده ما بندهوش الا لما نحس ان القلب اصلا كويس مش قلب فيلد تماما. عشان كده يا جماعه في بريكوشن معينه في استخدام البيتا بلوكر في الكونجستيف هارت فيلير، ومش كل الدراجز هنستخدمها في الكونجستيف هارت فيلير، هنختار 2 3 زي مين؟ زي الميتوبرولول ده سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ ده ميتو سيلكتيف. وهنختار كمان البيسوبرولول ده سيلكتيف ولا نون سيلكتيف؟ ده سيلكتيف بيسو. وهنختار واحد لطيف جدا من المجموعه دي اسمه الكارفيديلول، ده مش سيلكتيف يا دكتوره الكارفيديلول، ده كان من فازودايليتنج. بس الكارفيديلول فيه ميزه حلوه ان دي انتي اوكسيدنت افكت. يعني ايه انتي اوكسيدنت افكت يا دكتوره؟ كل حياتنا بتمشي، كل العمليات اللي عندنا ممكن يحصل ريليز اوف فري الكترون. انتوا عارفين من زمان ان الفري الكترون ده دايما هيسعى انه يمسك في حاجه علشان يستابلايز، عشان يسكت كده. عشان كده الجسم لو بدا يصنع فري راديكلز كتير ممكن العضو ده كله يموت. ولذلك بدات تظهر صيحه احنا عايزين انتي اوكسيدنت دراجز. يعني ايه انتي اوكسيدنت؟ يعني ادويه تمنع الفري راديكال ده انه يبايند مع التيشو ويبوظها. دي فكره الفري راديكالز او فكره الانتي اوكسيدنت دراجز. عشان كده احنا لما بيبقى عندنا انتي اوكسيدنت دراجز مهم جدا ان احنا نستفيد منها ان احنا نمنع التلف اللي بيحصل في الاعضاء. ولذلك
الكونجستيف هارت فيلير بيبقى فيه الفيلنج هارت بيبقى فيه الكترونز كتيره كده، ولما بنمنعها بيدينا افكت حلو اللي هو الدراج الانتي اوكسيدانت افكت. الكارفيدرول من الدراجز دي، البيسبيرول والميتوبرولول كلهم بنستخدمهم على لو دوز ونشوف العيان بتاعنا اخباره ايه. بالنسبه للاريزميا بنستخدم واحد سيلكتيف كده اسمه لطيف جدا اللي هو الاسمولول. ليه بنستخدم الاسمولول؟ لانه شورت ديوريشن جدا، بيطلع بسرعه جدا والديوريشن بتاعته لا تمتد اكتر من 8 دقائق. والاريزميا دي ايمرجنسي سيتويشن، انا بحب اعالجها بسرعه جدا وبحب اسحب من علاجها برضو بسرعه في الايمرجنسي اريزميا. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكارديوفاسكولار ديزيز، ودول كانوا اهم حاجه في الكارديوفاسكولار. ندخل على اليوزز التانية. وندخل على السي ان اس، السي ان اس مش اقل من الكارديوفاسكولار. يعني ايه بقى اللي ممكن اعالج بيه البيتا بلوكر في السي ان اس؟ قالك اهم حاجه الانكزايتي. الانكزايتي هو احساس بالنيرف واسنس او احساس بالفير انكسبليند، احنا مش عارفين خايفين من ايه. بس الانكزايتي بيبقى معاه سمباثيتك اوفر ستيميليشن بشكل كبير، عشان كده الانكشس بيشنت او البيشنت القلق بيبقى دايما معاه انسوميا، مش قادر ينام كويس، بيبقى معاه تريمورز، بيبقى معاه سويتنج، بيبقى معاه تاكيكارديا وبالبيتيشن، يعني بيبقى معاه سيمتوم كتيره من السمباثيتك ستيميليشن. السيمتومز دي غالبا كارديوفاسكولار، عشان كده انا لما بعالج انكزايتي وبحب ادي هو البيشنت يبقى مشكلته اصلا في السيمتومز دي. لما بدي بيتا بلوكر بالذات البروبرانولول، وهنقول ليه بالذات البروبرانولول، لان البروبرانولول ليه ليبيد سيلابيليتي عالي، وبالتالي هيعدي البلاد برين بارير وبالتالي هيشتغل على البرين. لما بديه كانكزوليتيف دراجز بيديني افكت حلو جدا او كالمنج للبيش، يبقى دي الانكزايتي. ايه كمان؟ المايجرين. ايه المايجرين ده؟ اللي هو الصداع النصفي. الصداع النصفي ده في ثيوريز كتيره، لكن اهم ثيوري ان المايجرين بيطلع نتيجه نيورو انفلاماتوري ميدياتورز، ميدياتور بتبتدي تفرز في البرين تعمل لي الصداع اللي احنا هنشرحه بعدين بعد كده، او موجود عندكم اصلا في الفيديوهات. النيورو ميدياتورز دي من ضمن الحاجات اللي بيحصلها فاسيليتيشن بالبيتا اللي موجوده في البرين. فلو انا قفلت البيتا ريسبتور يبقى انا بقلل الريليز اوف نيورو ميدياتورز وبالتالي بمنع حدوث المايجرين، عشان كده بيستخدم كبروفيلاكسس البروبرانولول طبعا عشان يعدي البرين. مادام احنا قلنا السي ان اس يبقى كل الاستخدامات دي مينلي للبروبرانولول اللي هو بيعدي وليه ليفل سيلابيليتي عاليه. يبقى قلنا الانكزايتي وقلنا المايجرين، وهنقول حاجه ثانيه مش مرتبطه بالسي ان اس لكن فوق في الهادي يعني، الا وهي الجلوكوما. الجلوكوما او الميه الزرقاء دي عباره عن الانترا ايكولار بريشر بتاع العين زايد شويه. الانترا ايكولار بتاع العين هيزيد امتى ويزيد ازاي؟ ببساطه جدا احنا عندنا السيلياري بادي دي بيبقى جواها بلاد فيزلز. البلاد فيزلز دي هي اللي بيحصل منها اكسيديشن للايكوسيومر، خلاص، اللي هي الماده اللي بتغذي الكورنيا والعين، وبعدين يحصل لها سكريشن، او السكريشن بيحصل عن طريق بيتا ريسبتورز بالذات بيتا 2 بتسهل او بتزود البرودكشن اوف ايكوسيومر. فانا كل ما زودت البرودكشن في ساك مقفوله كل ما انا زودت البريشر. فلما اجي اقفل ببيتا بلوكر يبقى انا بعمل ايه؟ بقلل السكريشن او البرودكشن اوف ايكوسيوم وبالتالي بقلل البريشر. ده بينفعني جدا في حاجه اسمها الاوبن انجل جلوكوما زي ما هنشرح بعد كده الاوبن والكلوز والفرق ما بينهم. مين الدراج اللي بستخدمه هنا؟ هو انا عايزه، انا قلت مين لي بيتا 2 يبقى انا عايزه دراج نون سيلكتيف، ومن النون سيلكتيف هنستخدم اللي احنا بنعمل الاو بتاعته كبيره علشان نفتكر العين، ونستخدمه اي دروبس اللي هي عن طريق ان احنا بنديه اوفثالمولوجي. يبقى كده احنا قلنا 3 في السي ان اس، قلنا 4 في الكارديوفاسكولار، 3 في السي ان اس انكزايتي ومايجرين وجلوكوما. ننزل بقى على الاندوكراين. ممكن نستخدم البيتا بلوكر في ايه في الاندوكراين؟ الاندوكراين سيستم، الاندوكراين سيستم يعني الهرمونات بقى والحاجات دي. نستخدمه في حاجتين مهمين، اول حاجه الهايبر ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم، الثايرويد جلاند دي عندنا مختصه بالميتابوليزم عندنا في جسمنا، بتطلع حاجه اسمها ثايروكسين تي 3 وتي 4 وتي 3 هو الاقوى. كل الميتابوليزم بيشتغل وبيبقى الايفكت بتاعه عالي جدا على الهارت، لدرجه ان الشخص بتاع الهايبر ثايرويديزم بيجي يشتكي لك اصلا من قلبه،
بيقول لك انا بحس برفرفه في قلبي فظيعه، يعني تاكي كارديا عنيفه، وده سببه ايه؟ سببه ان الثايرويد لما بيزيد بيزود جدا السنسيتيفيتي للكاتيكولامينز، فيبقى عنده كاتيكولامينز نورمال او اليفيتد شويه، لكن بيبقى عنده كميه تاكي كارديا رهيبه جدا، لدرجه ان القلب ده ممكن يدخل في اريثميا توكسيستي. ولذلك دايما التفكير راح ان احنا ندي بيتا بلوكر عشان نحمي القلب من الثيروكسين الكتير قوي ده، عشان كده احنا بنحطه في علاج الهايبر ثايرويدزم. تاني حاجه في الاندوكراين هي الفيكروموسايتوما. ايه الفيكروموسايتوما دي؟ الفيكروموسايتوما دي عباره عن ادرينال جلاند هايبربليزيا. طيب هي الادرينال جلاند بتطلع ايه؟ بتطلع ابنفرين. طب لما الابنفرين يزيد يعمل لي ايه؟ يشتغل على الالفا ويشتغل على البيتا. مهمه الجمله دي، مهمه جدا، لان انت ما ينفعش تعمل بلوكينج للبيتا من غير ما تعمل بلوكينج للالفا، يبقى انت كده بتعمل هايبرتنسيف كرايسيس عنيف عند البيشنت، لان انت عندك ابنفرين كميته رهيبه جدا في السيركوليشن، فلازم لما تقفل بالبيتا بلوكر لازم كمان تبقى قافل الالفا ريسبتورز. عشان كده احنا بنعالج الفيكروموسايتوما بالالفا وبالبيتا بلوكينج دراجز. يبقى احنا كده قلنا 4 يوزز بالنسبه للكارديو فاسكولار، و3 يوزز بالنسبه للسي ان اس بالترتيب، و2 يوزز بالنسبه للاندوكراين، وهنقول الجي اي تي يوزز واحده. الجي اي تي بنستخدمه في ايه؟ بنحب كتير قوي ان احنا نستخدمه في البورتال هايبرتنشن. خلينا بس نفتكر كده البورتال هايبرتنشن كان ايه اللي ممكن يحصل منها. احنا كان عندنا العفشه البطن، يعني كانت كلها البلاد فيزلز بتجمع في البورتال فين اللي هو بيروح على الليفر. مشكلتنا بقى ان لما يكون الليفر فايبروز، يعني حصل فايبروزس فيه، هنا بتبقى فيه قفله، فالقفله دي بتعمل ايه؟ البلاد بيعلى قوي، بيعلى البورتال هايبرتنشن، ده بيحصل بريشر فيه عالي، وبالتالي البلاد بيبدا يرجع تاني يترد على الفتحات اللي فيها انستوموزس اللي هي موجوده في الاسوفيجس وموجوده في الانس، فيبدا البيشنت بتاع البلمونري فايبروز بتاع الهيباتيك سيروزز او فايبروزز يبتدي يبليد بالريكتم ويبليد هنا ينزل دم من الاسوفيجس. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اديله دراج يقلل البريشر في البورتر سيركيوليشن. ازاي بقى؟ والله البروبرانولول خير دليل. البروبرانولول بيعمل ايه؟ البروبرانولول كل اللي بيعمله ان هو بيجي على البلاد فيزلز دي بتاعت العفشه دي ويعمل لها فازو كونستريكشن، يبقى هتلم بلاد قليل ولا كتير؟ قليل، وبالتالي البريشر هنا يقل لان كميه البلاد اللي رايحه قليله، فيقلل البورتال بريشر، وبالتالي مفيش دم يترد ولا في يحصل هنا فاريسز. علشان كده مهم جدا ان انا اعالج بيه الفاريسز. الايفكت ده برضو مشهور للبروبرانولول لما بحب استخدمه في الدراجز دي. دي كلها اليوزز بتاعت البيتا بلوكرز، ولو انتوا عايزين تالفوا يوزز ثانيه ما عندناش اي مشكله. ندخل بقى على سايد افكت والدراج انتراكشن. اهم سايد افكت للبيتا بلوكرز الحقيقه هي البرونكوسبازم العنيف، ولما نقول البرونكوسبازم نقول دايما جنبيه ان ده نون سيلكتيف، لان احنا مشكلتنا كانت في البيتا 2. الحاجه الثانيه برضو اللي كانت مضايقانا في البيتا بلوكرز هي الجلوكوز اللي ما علهوش، عمل لي مشكلتين مع الدايابيتيك بيشنت، عمل لي ديلي في الريكفري، ديلي في الريكفري اوف هايبوجلايسيميا. الراجل اللي بياخد انسولين ده هيحصل ديلي ان انا اعدل الجلوكو الهايبوجلايسيميا بتاعته، عشان كده لازم اقلل الدوز بتاعت الانسولين شويه. والحاجه الثانيه انه عمل بلانتنج للهايبوجلايسيميك الارم اللي بيحصل عنده زي التاكي كارديا وزي التريمورز. طيب انا دلوقتي عايزه واحد دايابيتك وعايزه اديله، يبقى اديله مين؟ اديله السيلكتيف ميتو بيسو بقى براحتنا. ليه؟ لان انا اذا كنت هضيع التاكيكارديا لكن التريمورز هتبقى موجوده ومش هيبقى في اي ديلي في الريكفري اوف هايبوجلايسيميا. عشان كده الاثنين دول بيفضل ان انا استخدم معاهم بيتا 1 سيلكتيف. طيب الحاجه الثانيه بقى والمهمه كسايد افكت ان البيتا 2 ريسبتورز اللي كانت شغاله في الليفر، الليفر ده لما ناخد في الهايبر ليبيديميا الليفر ده معقل تكوين الفي ال دي ال او الليبيد يعني اللي موجوده او ترايجليسرايد، فلما انا ابتدي اشتغل عليه بالبيتا 2 ان انا اقفلها، ده احيانا بيزود الترايجليسرايد ليفل اللي موجود في الليفر، وبالتالي ده ليه تاثير سيء. علشان كده الناس دول بنحب
لحد ما نستخدم معاهم بيتا سيلكتيف دراجز. يبقى البرونكوسباسم الناس اللي عندهم برونكيال ازمه وسي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز الناس الدايابيتك، الناس اللي عندهم ترايجلسرايد هم اصلا اوبيز، نحب قوي نستخدم لهم سيلكتيف عن النون سيلكتيف دراجز. الحاجه الثانيه والمهمه بقى، الناس الدراجز ده بيحصل له هايبرتنشن. يعني ايه بيحصل له هايبرتنشن؟ يعني بيحصل منه هايبوتنشن وبيحصل منه برادي كارديا. الهايبوتنشن والبرادي كارديا دول لو انا مش عايزه البرادي كارديا تبقى عنيفه استخدم انهي دراجز؟ استخدم اللي ليهم انترنسيك سيمباثوماتيك اكتيفيتي زي البندولول او الاسيتيلول. ايه حاجه ثانيه؟ ان البروبرانولول مشهور جدا الحقيقه، كل البيتا بلوكرز اغلبهم من الدراجز اللي بتزود الدبريشن. ليه بقى بتزود الدبريشن؟ لان مشهور ان احنا لما بيقل عندنا النور ابنفرين والسيريتونين بيحصل عندنا ديبريشن، علشان كده لو عايزين نعالج الديبريشن نزودهم. طب اذا كان البيتا بلوكر بتقلل الريليز اوف نور ابنفرين من السي ان اس وبري سينابتيك، يبقى كده هتعملي ديبريشن، هتعملي ديبريشن، هتعملي كمان نايت ميرز. مشهور جدا 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 انها هتعمل نايت ميرز. يعني ايه نايت ميرز؟ يعني البيشنت هينام ويحس بايه؟ يحلم بكوابيس. يبقى دي الدبريشن. في حاجة تانية ان احنا قللنا شوية السمباثاتيك بتعمل حاجة اسمها ديسفانكشن، سيكشوال ديسفانكشن، ودي مشهورة جدا مع البيتا بلوكرز، بنعمل سيكشوال ديسفانكشن. يبقى احنا كده قلنا هنعمل هايبوتنشن وبراديكارديا وبرونكوسبازم وجلوكوز انتوليرانس، وهتعمل تزود الترايجلسرايد، وهتعمل شوية ديبريشن وسيكشوال ديسفانكشن مشهور معاها نتيجة ان انا قللت السمباثاتيك، والسمباثاتيك ده مهم جدا في الاكت بتاع السيكشوال افكت. نيجي بقى في الدراج انتر اكشن، انا ما يهمنيش كتير لان احنا قلنا اي دراج ليبت سولوبل منهم هنضطر ان احنا ناخد بالنا من الدراج انديوسر والانهبيتورز. لكن في حاجة بقى عامة جدا، ان كل النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي بتستخدم كتير معاه بالذات في علاج المايجرين مشهورة انها بتقلل الهايبوتنسيف